مرحبا في قناتكم قناة روزا تشانل وفيديو جديد عن هاند ارتشل وكارن بورسن. اول ما نبدأ حط لايك للفيديو سبسكرايب للشانل شير الفيديو ده كتير فعل جرس اشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. اعملي فيلو على انستجرام متنسوش تعملي سبسكرايب لقناتي التانية سيبلكوا لينك في صندوق الوصف ويلا بينا نبدأ. من فترة انتشر صور لكارن بورسن وهاند ارتشل وهما كانوا رايحين للزفاف صديقهم وزي ما انتم شايفين كده في الصور دي صورة هاند ارتشل بالفستان اللي كانت لابساه اللي كان جميل قوي عليها وهي كانت جميلة جدا وكارن بورسن كان لابس بدلة كان شكله وسيم جدا وهي ظهر بس من حفلة الزفاف شوية صور ومعرفناش كارن بورسن وهاند ارتشل عملوا ايه في الحفلة. فأمس ظهر فيديوهات عن الزفاف لكن اكتر فيديوهات انتشرت هي عن كارن بورسن وهاند ارتشل وهما بيرقصوا مع بعض وقد ايه كان شكلهم حلو زي ما انتم شايفين في الصور ماسكين ايد بعض وهما بيرقصوا مع بعض فقد ايه كان الاجواء جميلة والزفاف ده كان حضره ممثلين وممثلات مشاهير جدا والواضح في الصورة بانسو سورال كانت واقفة مع هاند ارتشل وكارن بورسن يعتبر ده اول شيء رسمي هاند ارتشل وكارن بورسن يروحوا مع بعض يعني كانوا راحوا قبل كده حفلة لكن كانت معاهم غمزة اخت هاند ارتشل وزوجها جانير فيعتبر ما كانوش لوحدهم وكان دايما بتنزل صور ليهم وهم مسافرين بيقضوا عطلات ليهم لكن حفل الزفاف ده يعتبر اول شيء رسمي يظهروا فيه سوا مع بعض فكان شيء جميل قوي والفيديوهات حلوة جدا. هسيبكم دلوقتي مع الفيديوهات تتفرجوا عليها. بس كده يكون الفيديو خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اكتبوا رايكم في الكومنتات. لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا في الكومنتات وانا هرد عليكم. متنسوش لايك وشير وسبسكرايب تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناه. باي باي.